السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم طلب الشمري من أهالي حفر البابا. أنا من هواة السفر. أنا أنصح أي مواطن عربي يهوى السفر مثلي أن يدخل على جوجل على المسافرون العرب ويسأل عن البلد اللي رايح له، هل هو أمان؟ هل هناك حكومة قوية تحفظ حقوقك؟ هل هناك البلد رخيص ما تصرف به أكثر من اللزوم؟ هل هناك مساجد؟ هل هناك مكان تقدر تمارس عبادتك بكل راحة؟ سريلانكا فيها بلد اسمه نور آليا، كل ما مطلوب من السائح العربي موجود فيها، أمان ورخيصة ومساجد، وحتى تقدر تسافر برمضان، وفيها تراويح وجماعة، وكل المطلوب للمسافر الخليجي موجود وبأرخص ثمن، وتمشي وخشمك مرفوع وترجع وخشمك مرفوع. أنا أنصح المسافرين العرب أصحاب الدخل المحدود أن يسافروا إلى نور آليا في سريلانكا. والله يعطيكم العافية وشكرا لكم.